المرضات اللي هم والأطباء اللي هم مسؤولين عننا اللي بيتعبوا أكتر مننا مش متوفر لهم هنا ولا ماسك ولا كحول ولا أي حاجة من دي. طبعا مرضات كتير قوي قالوا النهاردة تشخصوا فيروس كورونا. محبوسين في مستشفى طلبة الجامعة من الساعة 7:30 امبارح بالليل لحد دلوقتي، على أمل إن هم يجيبوا مسحة من القاهرة يعملوا لنا مسحة هنا في المستشفى. فريق الطبي جه من القاهرة عمل لمرضى الكلى فقط لا غير، ومرضى الكلى سايبينهم رايحين جايين في المستشفى علينا وإحنا مش عارفين نشتغل، وبيجبرونا إن إحنا نشتغل مع الحالات. مفيش ماسكات، مفيش جوانتيات، مفيش جاونات. الحل معانا إيه؟ إحنا محبوسين وما عملناش تحليل. ارجعي بالسلامة إن شاء الله، ارجعي بالسلامة. Nike.